للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة نورة عيسى مبارك، نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل. أهلا بك في نشرة الثامنة. ما أهمية تكثيف الزيارات والحملات التفتيشية للهيئة، طبعا حيث سجلت في 2023 رقما قياسيا مقارنة بالسنوات الماضية؟ بداية أحب أشكركم على اهتمامكم في إبراز إنجازات هيئة تنظيم سوق العمل، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الرقابي. وفيما يتعلق بأهمية الزيارات والحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومية، فهي تكمن في التحقق من التزام المؤسسات وأصحاب الأعمال وكذلك العمالة الوافدة بالأنظمة والقوانين في المملكة، وخاصة أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بالمملكة. نعم. فكلما تمكنا من الحفاظ على سوق عمل ملتزم بالأنظمة وعمالة نظامية تداول الأعمال المصرح بها وفق تصاريح العمل، كلما ضمننا الحفاظ على المقومات الأساسية في سوق عمل يتمتع بالاستدامة والعدالة والتنافسية، وضمننا في الوقت ذاته حفظ حقوق جميع الأطراف. نعم سيدة نورة، لو نتحدث عن انعكاس نتائج الحملات التفتيشية على سوق العمل في مملكة البحرين. طبعا نتائج الحملات التفتيشية تظهر بصورة واضحة مدى الالتزام العالي من قبل أصحاب الأعمال بالأنظمة والقوانين. ففي الوقت اللي نفذت فيه الهيئة ما يتجاوز 47 ألف حملة وزيارة تفتيشية في عام 2023، نجد أن نسبة التزام المؤسسات تقارب 95%، وهي نسبة عالية جدا تؤكد روح المسؤولية العالية. ومن هنا أود أن أعرب عن شكرنا وتقديرنا لأصحاب الأعمال على حرصهم والتزامهم وشراكتهم لإنجاح الجهود الحكومية. إذا لو نتحدث ونبقى في نفس المحور الذي يعني انتهيت من خلاله، عندما ذكرت بأن التعاون مع الجهات المعنية الأخرى كان سببا رئيسا في نجاح هذه الحملات وتحقيق الرؤية المتوقعة لهيئة تنظيم سوق العمل في الحفاظ على سوق العمل وفيما يتعلق بالعمالة، كيف تقرأين هذا التعاون وأهمية هذا التعاون؟ طبعا الهيئة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تعمل بصورة متكاملة، فالهدف هو تحقيق الرؤية الحكومية لسوق عمل منظم جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال. نعم. ويحقق تطلعات المواطنين في الاستدامة والتنمية. واسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة بأن أتوجه بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية المشاركة في الحملات التفتيشية، وعلى رأسها وزارة الداخلية بمختلف إداراتها وأجهزتها، وبالخصوص شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، مديريات شرطة المحافظات، إلى جانب وزارة العمل، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أمانة العاصمة، وبلديات المحافظات، وغيرها من المؤسسات والجهات الحكومية. نعم، إذا السيدة نورة عيسى مبارك، نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك.